ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. شوية بس علي لي صوتك حتى الضيوف يسمعوك بالاستديو. احنا اللي فهمنا من عليكم القصة، السلام. نعم، فهمنا من قصتك انه حضرتك متعرضة الى اعتداء جنسي من قبل احد محارمك، فيا ريت تحدثينا اللي صاير وياك. انت ايش قد عمرك؟ ما نريد نعرف اي تفاصيل عن اسمك او شخصيتك بقدر ما نريد نفهم القصة اللي صار وياك. أعرف موالي من 3 من بغداد، اسمي زينب. نعم، شوية أنا صوت أعلى عملت مع شوية. السنة، تعرضت لحالة اغتصاب من أبويا. حضرتك تعرضتي إلى اعتداء من والدك. إيش قد كان عمرك؟ كان عمري 12 سنة، قلت مع السنة. وحاليا إيش قد عمرك؟ حاليا عمري 20 سنة. 20 سنة. طيب، شلون صار هذا الاعتداء؟ أقصد يعني شلون حسيتي انه هو اعتداء؟ شنو تصرفتي فيه وقتها؟ شنو الاجراء اللي اخذتيه؟ يعني هذا الحكي قبل 8 سنوات. نعم، انا كنت طفله كلش صغيره، يعني عمري قلت مع السنه، كل شيء ما افهم في الدنيا. طيب، لما تعرضت لهاي الحاله او هاي، حكيت لاخواني، حكيت لاهلي، بس طيب، رغم انه سمعوا في الموضوع هم ما لقوا لي اي حل، وبقى يبيعني من رجال لرجال. ثلاث مرات زوجني، وكل ما احاول اقول للرجال الاخر انه انا يعني تعرضت لحاله اغتصاب، ما يخليني احكي. وطبعا واحد من اللي تزوجته صار عندي طفل منه، من ولما سمع واحد من موضوع اللي ابوي زوجتي؟ واغتصاب. مام، ما فهمت. ها، واحد من شنو اللي زوجتي؟ اللي زوجته صار عندي طفل من عنده، نعم. ولما سمع انا متعرضه لحاله اغتصاب من ليش؟ ابوي، كم مره زوجتي بعد، يعني بعد موضوع الاغتصاب هذا كم مره تزوجتي؟ 3 مرات. 3 مرات. قدرتي تكملين حياتك بعد من كان عمرك 12 سنه في نفس البيت مع والدك؟ صوتك بعيد. نعم، الصوت مالتك بعيد، العفو. اقول لك، قدرتي تكملين حياتك من كان عمرك 12 سنه بعد الاعتداء مع والدك بنفس البيت؟ ايه، شنو الاجراء اللي اخذتوه؟ ما اخذتوا اجراء قانوني؟ ما حد نصحك، ساعدك ما بان تاخذ؟ قدرت، رحت اشتكي وكشفوا الموضوع، واخويا لما ضربني حط ايدي كسرها بوقتها، وحاليا وما خلوني اشتكي. حاليا انت متزوجه؟ اي طبعا، نزلت شخص غصبا عني، اكبر من عندي ب20 سنة، ومربيت لاطفال 3، ورغم كل هذا انه يعذبني بكل يوم وبكل دقيقه وبكل ثانيه. تجي لي اذا عزبش روح البيت اهلي، كان بيت اهلي ما يرزوني. احنا نشكرك لان شاركتينا بهذه الحاله على الهواء. طبعا هذه السيده او هذه الشابه كانت ترتب ويانا خلال الايام الماضيه ان تظهر على الشاشه وتتكلم بقصتها، وهسه اللي صار انه اكو مجال تتحدث لنا شبيهه باللي نعم. حال اللي تلقيناها قبل شهر اللي خبطتك فيها بدايه البرنامج.